بعد سنوات من الجفاف جماعة الصنبة 70% من حيوانهم مات، وجماعة قروا عنهم لا يعدلوا حاضرة متكونة من 99 أسرة لتمثل الجماعة كاملة. تشات 2001 نظرا للناس فترة من حياة البدو الترحال، ونظرا إياك الدور حياة أفضل في المدينة والحضر، لأن العالم عاد قرية كونية واحدة. شاكين من قلة مدرسة في القرية، هذا التمدن طرى تغيرات متينة في نمط حياة. من فبراير لينيونيو الرجال يمشوا في العزيب ويبقوا على وحدهم، ويكانهم يصمدوا في فترة الصيف قروا عنهم لاهي عدلوا مزارة. التعاونية حسنت من ظروف المواطنين سكان أهل القرية هون، نتيجة ليش؟ نتيجة أنها قربت لهم خدمات عادت موجودة في القرية ما كانت موجودة فيها، كانت تشريها من بعيد وعادت تشريها من القرية، منها اللحوم دي مبلولة واللحوم تيش طار، ومنها قضية التجارة مولي عاد وراهم هون موجودة. واللي الورقة ثلاث سنوات 16 مرة اجتمعت إياك يحسنوا من ظروف حياتهم. اجتمعوا حول رئيستهم مية من تفالي، هذه المرأة ما تقدر تكتب غير خبارية في التجارة، وهذه العليات بدوا في مزارة. والله صعيب مرة تراي الأداء بواعر وتمي تحاربي يتي توافق مع مولاها ويتي ما توافق معه، وتراي تقسي واحد ثاني دوري عنده دابة ثاني وتعود واعرة وتملات حالة أو تشريها من عنده قاسية. رئيس التعاونية إخباري في الحسبة والتسيير، وهذا هو اللي أدى أن التعاونية تربح بالعجلة. المجزرة بدت من كل ما طرحت 5000 وقية كيشرو يقلم وميزان وموس وخلاص الذباع. في الوقت اللي وعدل الخطة التنمية المشتركة في البلدية جبرنا تعاونية مضبوطة تعدل شغلة زينة وتعدل ربح لباس به، واقترح عليهم انهم ينقصوا السعر للحم اياك يعود من متناول الجميع، وورك كيلو ينباع ب 1400 وقية. ورقم المصاعب، هذه العليات كل يوم يذبحوا حكما سنة كاملة، وربح التعاونية يقيد بالفترات الزينة يشروا به البير ولا البقر اياك يعدلوا من تشطار الزين، ويقيد تحدي لأمه ياسر من الزمن وينتكل زمن الصيف المتين، والتشطار كامل من باع في القرية. التشطار من الزايدة من البل يربح 50-60 ألف وقية. جهة ربح المجزرة وبيع التشطار اندار مباشرة لبوتيك التعاونية اياك تشتري به المواد الأساسية اللي مفصول فيها عن التجار المحليين، وهذه المواد تنباع للناس في القرية. فهم هذا هو اللي عدلهم ما تلاقي سود الشرة اللي بعيد اللي بينه معاه ساعتين في الوتر. عليات التعاونية لارك عادوا مساهمين والصاير ومتعاونين بيناتهم، ولا ترى فاصلين في ينزعقوا شرط الدشرة ياك يشتروا المواد الضرورية، وعادوا من اللي يدخلوا الفضل على يزبوا المشكلة. نصحت نقول انه يعدل لا تسير صالح ويقبل الفلط ويدير هالشيء ويبيع وين يبيع يقبلها مال ويدير هالشيء اخر ما يطرح تم لا يباتر يديرها في ذاك يديرها مره يديرها في التجاره ساعتنا ما هو جابر شيء يذبحه ومره يديرها داب يذبح ويخلها وتروح حق معهم هذا الشيء تعود مده شيء متفق عليه ومطابل ودهرا سليم برده سليمه ما في احد قابل حد في النتيجه ولا في وتعود برده صالح. Thank you.
هدومي هلا ما سيلم هدومي هلا ما سيلم هدومي هلا ما سيلم ولي سيكانني كوكالانومي وما فامين كونجيمانومي ولي سيكانني كوكالانومي وما فامين كونجيمانومي ولي سيكانني مينكو كالانومي وما فامين كونجيمانومي.